احنا الاول وصلنا لمحمد سعيد نائب رئيس اتحاد طلاب جامعه السادات. برحب بحضرتك معنا يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بيك محمد. قول لي ايه المشكله اللي حصلت مع رئيس الجامعه؟ اولا انا بحب اوجه التهنئه لزمايلي الاستاذ عبد الله انور على منصب رئيس اتحاد طلاب مصر، والمهندس عمرو الحلو على منصب نائب رئيس اتحاد طلاب مصر. وطبعا احنا كلنا بندعي لهم بالتوفيق والنجاح ان شاء الله، واحنا واثقين فيهم انهم هيقدموا خدمات ومشروعات جديده تفيد الطلبه. تمام. ثانيا احب اوجه رساله شكر وتقدير من الساده الاستاذ الدكتور صلاح البلال رئيس جامعه السادات، والساده الاستاذ الدكتور عصام متولي نائب رئيس جامعه السادات لشؤون التعليم والطلاب، والاستاذ ممدوح عياد مدير الاداره العامه لرعايه الشباب، والساده المسؤولين بالجامعه، الى اللجنه العليا المشرفه على الانتخابات. خلاص بقى يا محمد، تمام، الشكر موصول لكل اللي عندك. بعد اذنك بس. يلا عشان الوقت. اتفضل يا محمد، اتفضل. تمام. هو اللي حصل ان كان في سوء تفاهم، ان بعض المواقع الاخباريه نشرت اخبار بتقول ان رئيس الاتحاد، ان رئيس الجامعه ونائب رئيس الجامعه بيضغطوا عليا عشان ادلي بصوتي لاحد الجامعات. ايوه تمام، عشان هي بتنتمي لصوت طلاب مصر. بس الحقيقه ان جالي كذا اتصال تليفوني من ارقام غريبه، وكان من ضمنهم مسؤول صوت طلاب مصر في الجامعه. وقال لي ادي صوت، ان انا ادي صوتي لصالح جامعه معينه، بس انا رفضت واصريت على موقفي واديت صوتي لصالح جامعه القاهره. يعني انت جالك فعلا اتصال تليفوني يقول لك ادي صوتك لقائمه طلاب مصر او مرشح كده. طلاب مصر بالظبط. مين كده اللي اتصل بيك يا محمد؟ انا مش عرفت هو مين. هو كذا يعني واحد جالك اتصال ولا اكتر؟ كلمني اكتر من تليفون ومن ارقام مجهوله. بيقولوا لك ايه؟ احنا مين يعني؟ بيقولوا لي احنا صوت طلاب مصر، ادي لجامعه اسكندريه عشان هي معانا في صوت طلاب مصر. يعني ماشي، ما ممكن تتفهم كده ان صوت طلاب مصر بيسوق او يروج لنفسه فبيتصلوا بيكوا او بيك، يعني بيعمل دعايه لنفسه يعني انتخبني، ولا انا بس بسال، ولا في جهه يعني تانية خالص في تدخل بقى انه حد بيوجهك؟ لا يا فندم، هم قالوا لك ان احنا طلاب مصر بنكلمك في التليفون. يا فندم احنا عندنا في الجامعه ربنا على الديمقراطيه، وان احنا ما نخضعش لحد مهما كانت الاسباب. تمام. فما فيش لا رئيس جامعه ولا نائب رئيس جامعه عندنا في الجامعه ضغط علينا ولا اي حاجه. دي ارقام مجهوله كانت بتكلمنا عشان وتضغط علينا عشان ندي لصالح جامعات معينه. لا، ما هو يا محمد في فرق ان حد بيضغط عليك وحد بيعمل دعايه لنفسه بيكلمك يقول لك اديني صوتك. لا يا فندم، هو لما يضغط عليا ويهددني بالرسوب ده يبقى ايه؟ لما انت ما قلتليش بقى بيهددني بالرسوب دي، ومين اصلا اللي يملك السلطه دي؟ ما عشان كده بقول لك مين اللي اتصل، مين اللي اتكلم، قالوا لك ايه بالظبط؟ والله قالوا لي ادي لصالح جامعه كذا عشان مصلحتك. ايه هي مصلحتي؟ ان انا يعني ما اسقطش. وبعدين يعني انا حابب اوجه رساله للمراسلين اللي نشروا الاخبار والفيديوهات دي، ان هم مش بيقولوا الحقيقه كامله. هم بياخدوا اللي هم عايزينه ويسيبوا الباقي عشان يعملوا سبق صحفي علينا، واحنا مش هنسمح للصحافه بكده. طيب يعني دلوقتي الشاهد من كلامنا ان ولا رئيس الجامعه كلمك ولا نائب رئيس الجامعه كلمك، وان المكالمات دي جات لك من اشخاص بيقولوا ان احنا صوت طلاب مصر وعايزين صوتك معانا. بالظبط كده، بالظبط كده. رئيس الجامعه ونائب رئيس الجامعه ما حدش فيهم كلمنا ولا هددنا. ماشي تمام، شكرا ليك يا محمد. شكرا محمد سعيد نائب رئيس اتحاد طلاب جامعه السادات.